كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وعليكم السلام. يا أهلا يا عمار. بدي إن شاء الله دكتورة، راح نكمل. تفضل يا عمار. أنا آسف على المقاطعة، لا يعني عادي، تفضل. مشان الواجب مو ظاهر بالأسايمنت، راح من صفحة الأسايمنت. نشان الواجب راح من صفحة الأسايمنت. آه يمكن كتايم أنا كنت حاطها. لا لا، موجودة لمنتصف الليل اليوم، لكن أنا فتت على على العام لقيت الاساينمنت بعده موجود بالرسائل. اوكي. ارسلته بس ما طلع لي بالمكتمل، يعني بس مهم اني ارسلته. عادي دكتور، يعني لا، مطلوب صح؟ في طلاب كثير يا عمار. ثواني يا عمار، ممكن تضلك معي حيث اشوف. عمار، يس عمار موجود. شكرا دكتورة، يعطيك العافية. العفو العفو يا عمار. دكتورة، تفضلي. مين اللي بحكي؟ أنا دكتورة أسماء. أسماء، تفضلي يا أسماء. دكتورة، وأنا كمان راحت الخانة من عندي وأنا لسه ما سلمته، لأنه يعني لسه هو اليوم بالليل بينتهي التسليم، بس بس راحت يعني لخانة عندنا. إذا زي عمار، عمار. ثواني ثواني كمان. شوفوا طلابي، ما في مشكلة. يعني إذا مع أي طالب صار فيه مشكلة وأنا بعثت العلامة، ممكن يبعث لي، وأنا بالنسبة لي أنتوا يعني ثقة. ف أي طالب يبعث لي أنا بعرف إنه الطالب فعلا صادق، فرح تتعدل. يعني ما تقلقوا من هاي قصة أنا سلمت وما بعرف إذا إنه تسلم ولا لا. ماشي، فما بدنا نشيكها يا أسماء. خلاص، أي طالب ترجع له البحث، لما أرجع العلامات برجع له مثلا زيرو، دليل إنه ما تسلم أبدا وما كان في أي كومنت، فدليل انه ايش؟ يمكن ما تسلم او ما وصلني. فبس بتبعثوا لي: دكتوره انا سلمت وانت حطيت لي زيرو. برجع ايش؟ يا بتبعثوا لي اياه بالشات يا اما. فلا تقلقوا بهاي القصه. ماشي؟ دكتورة، بس أنا لسه أصلا ما سلمته والخانة راحت. يعني ما بتقدر انت تسلميها قصدك يا اسماء؟ أيوة بالضبط، بس ما بعرف. عمار لا، بحاله عمار لا، عمار مسلم. لا، أنا مش موجودة عندي ولسه ما سلمت. أسماء، ثواني يا أسماء، معلش يا طلابي. أسماء 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 أسماء، غريبة يا أسماء، ليش؟ مش عارفة. طب ابعثي لي إياه على الشات. أسماء، تقدري طيب تبعثيه على تمام الشات؟ إن تمام شاء إن الله شاء الله خلال اليوم ببعته. إن شاء الله. واللي ببعثه على الشات يكتب على الجنرال، يكتب. يعني ما بدي أقعد أدور بالشات. خلاص اكتبي إنه أسماء، اكتبي أنا سلمته ما زبط معي، سلمته بالشات. بس الأحسن سلمه بالأسايمنت، بس اللي ما بزبط معه. ماشي تمام إن شاء الله. يسلموا دكتور. ماشي. يا أهلا أسماء. طيب طلابي، حد عنده أي إضافة ثانية بده يضيفها؟ نبلش بمحاضرتنا. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك يا محمد. دكتور، ما زلت انت يعني على المادة بتاعت الاساينمنت؟ لا، ما نزلتها يا محمد، اليوم اصلا الديدلاين. تمام. فكرت انه تحكي طلعت علامة زيرو، فكرت نزلت علامات. لا لا لا، انا تمام قصدي في تمام حالة لو تصلح يا محمد. ماشي تمام. ان شاء الله. طيب خلينا نبلش بمحاضرتنا، نكمل باليورينري اند ريبرودكتيف سيستم. اليوم رح نبلش بالريبرودكتيف سيستم انفكشن. اوكي، طيب ليتس بيجن. نحكي بسم الله وبس نعمل شير سكرين. So done the urinary tract infection. خلينا move to the reproductive system. In general, معظم the reproductive system infection transmits عن طريق خلينا نحكي sexual transmit infection.
okay, the most disease of reproductive system are sexual transmitted infections. Okay. Bacteria are the causative agent in about 20% of all sexual transmitted infections. طبعا bacterial infection treated بالantibiotic. وممكن يتم خلينا نحكي the prevention لا sexual transmitted disease عن طريق استخدام اللي هي الكوندوم. Yeah. So let's begin with the bacterial diseases of the reproductive system اللي حكينا هي مسؤولة تقريبا عن 20% of all sexual transmitted disease. Okay. طيب the first disease which is gonorrhea. Okay. Gonorrhea احنا بنسميها بالعربي اللي هي مرض اللي هي السيلان. Caused by Neisseria gonorrhea which is a gram negative streptococcus. To infect the gonococcus طبعا هي must attach to mucosal cell wherever of the epithelial wall. طبعا wherever if وين كانت هاي الميوكوزال سيل، هل هي في الاوروفارينجيال اريا ولا بالاي ولا بالريكتم ولا باليوريثرا، فاي ميوكوزال سيل ممكن انه الجونوكوكال ايش تعمل تمسك فيها اوكي وتبلش الانفكشن. اوكي طبعا by mean of femperium. And then a single unprotected exposure للجونوريا ممكن تؤدي with gonorrhea 20 to 35% of the time. Okay, so just a single exposure, unprotected exposure, ممكن تؤدي لا infection with gonorrhea be 20 to 35% in men, while women become infected be 60 to 90% of time from a single exposure. Okay. فالاحتمالية الجونوريا بتكون بالومن أعلى منها بالمن. طبعاً the gonococcus has a certain protein وهاي اللي هي خلينا نحكي المين الباثوجينيسيتي خلينا نحكي الجونوكوكال هي عن طريق الأوبا بروتين. That's essential for bind to the cell lining the host urinary and reproductive system. طبعاً this OPA protein إيش بيعمل؟ Prevent a CD4 T cell activation. طبعا زي ما بنعرف يعني ما صار في اكتيفيشن للتي سيل اللي هي تعتبر الكي ايفنت بالادابتيف اميون ريسبونس وتعتبر ايضا هي الفايتال تو جينيريت بوث سيلولار اند هيومورال اميونيتي. فالاوبا بروتين بيمنع سي دي 4 تي سيل اكتيفيشن اند بروليفريشن وبالتالي بيؤدي ل انهبيشن ذا ديفلوبمنت اوف ان اميونولوجيكال ميموري ريسبونس اجينست الجونوكوكس. ف ذاتس واي البيشنت اللي انفكت بالجونوريا على الاغلب بصير عرضه اكثر لسيكشوال ترانسميت ديزيز لانه الاميونيتي نوعا ما بصير سبريشن فيها. اوكي فلايك الاتش اي في فالبيشنت بالجونوريا بيكون عرضه اكثر لسيكشوال ترانسميت ديزيز انكلودينج الاتش اي في. بالنسبه للسيمبتوم بالجونوريا في المن بتكون عباره عن painful urination discharge of pus والوومن بيكون فيو سيمتوم 50% من الفيميل بيكون اسيمتوماتيك. But possible complication ممكن تكون تصير عند الوومن اللي هي pelvic inflammatory disease اللي رح نحكي عنها كمان شوي. The widespread of oral contraceptive ممكن تؤدي لانتشار اكثر للجونوريا. ليش؟ لانها هي حلت مكان اللي هي الway to protect from sexual transmitted disease اللي هي الكوندوم and spermicide which help prevent disease transmission. طبعا في عنا خلينا نحكي الجونوريا مي انفكت الانال اند الفارينجيال زي ما حكينا انها ممكن تعمل انفكشن باي ميوكاس الممبرين. اوكي طبعا in women the disease is more insidious يعني common one slow and does not have obvious symptom at the first يعني at the beginning احنا حكينا الجونوريا على الاغلب بالومن بتكون اسيمتوماتيك. اوكي اونلي ذا سيرفيك اف اتس اف انفكتد ممكن تؤدي خلينا نحكي تكون alarming للانفكشن. later in the course of disease there might be abdominal pain يعني ممكن يصير عند البيشنت abdominal pain from a complication such as pelvic inflammatory disease. احنا حكينا ان الجونوريا بتكون at the beginning ايش اسيمتوماتيك الومن. اوكي لكن الكومبليكيشن انها ممكن تكون اللي هي pelvic inflammatory disease. اوكي واذا كانت بالسيرفيك ممكن تكون alarming وبحيث يبدا التريتمنت لها.
If left untreated, may result into endocarditis, meningitis, and arthritis تقريبا ب 1% من البيشنت. If a mother is infected with gonorrhea, حتى المذر اللي infected فيه الجونوريا ممكن تأثر على خلينا نحكي الانفنت وبتأدي ل eye problem leading to blindness. We call it ophthalmia neonatorium. بالنسبة للديagnosis, gram stain, ELISA, and the PCR. طبعا I think you know about each of them. Treatment, ciprofloxacin and azithromycin. It's also standard practice to treat the six partner. يعني على الأغلب إذا كان واحد من البارتنر هو المصاب بيعملوا على علاج اللي هو six partner of a patient to decrease the risk of reinfection and decrease the incidence of sexual transmitted disease. Okay. There's no effective adaptive immunity زي ما حكينا لا الجونوريا ليش لأنها عندها الأوبا بروتين أوكي وبرضو عندها antigenic variation يعني برضو بتغير بي الانتيجين أوكي ووجود الأوبا بروتين اللي بيعمل إيش بمنع الاكتيفيشن للCD4 تي سيل يا زي ما حكينا this is the Neisseria gonorrhea بتكون double cocci أوكي هي gram negative bacteria و pairing زي ما حكينا بتكون عبارة عن double cocci. So done by gonorrhea, move to non-gonococcal urethritis. Non-specific urethritis, the most common causes فيها اللي هي chlamydia trachomatis. طبعاً, the untreated genital chlamydia infection ممكن تكون كمان associated with increasing risk. Not only هي infection, ممكن تزيد risk للcervical cancer والinfection بالhuman papilloma viruses. طبعا وكمان مسؤوله عن اللي هي development of trichoma اذا في حاله اذا كان خلينا نحكي infected للpregnant woman. طبعا هي الترايكوما هي عباره عن bacterial infection بالاي بتكون عند الانفنت newborn to infected mother. مايكوبلازما هيومنس هي كمان other causative agent او causative مايكروب اوكي يوروبلازما يوريليتيكم كمان لكن المسؤوله لكلاميديا تراكومات زي ما حكينا هي الموست كومون السيمتوم بينفول يورينيشن اند ووتري ديسشارج وبوسيبل كومبليكيشن ممكن تصير عند المن اللي هي ابيديماتس بالمن اند انفلاميشن باليوترين تيوب كوز سكارينج ليدنج تو ستيريليتي اند بلفيك انفلاماتوري ديزيز ان وومن اوكي Diagnosis by culturing and PCR while treatment doxycycline and azithromycin. Done the non-gonococcal urethritis and move to pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease هي عبارة عن collective term for any extensive bacterial infection by the female pelvic organ, like uterus, cervix. Uterine tube and the ovaries. Okay, طبعا السبرم عنده خلينا نحكي قدرة إنه يحمل البكتيريا وترانسبورت them from cervic region to uterine tube to uterus. Okay, فthat's why برضو the pelvic inflammatory disease تعتبر من sexual transmit disease. Salpingitis, which is inflammation of the fallopian tube. طبعا هي the most serious form من the pelvic inflammatory disease. لأنه scarring that block the passage of ovum from the ovary to uterus and possible cause sterility. يعني بصير عنا inflammation ب fallopian tubes. Okay, فبتمنع ال ovary from entering the uterus. Okay, وبتسبب sterility. طبعا one episode من salpingitis may cause infertility ب 10 to 15 من الومن and 50 تقريبا ل 75% become infertile after 3 or more such infection. Okay, فتقريبا خلينا نحكي 10 ل 15% من الومن ممكن يصيروا infertile بعد one infection. Okay, أو 50 ل 75 بعد 3 or more infection. طبعا block B uterine tube may cause fertilized ovum to implant in a tube rather than the uterus. بنسميها الاكتوبيك بريجننسي. So may lead to infertility. Okay. وبرضه ممكن تؤدي الى اكتوبيك بريجننسي او اللي احنا بنسميها اللي هي الحمل في خارج الرحم بتكون باليوترين تيوب.
طبعا بالنسبه للبوزيتيف ايجنت هي بولي مايكروب اوكي لايك نسيريا جونوريا خلينا نحكي يوجوالي نسيريا جونوريا اند كلاميديا تراكوماتوس السنتوم كرونيك ابدومينال بين يعني ابدومينال بين بيكون كرونيك يعني مستمر فور مور ذان 3 مانثس تريتمنت ممكن ادمنستريشن دوكسيسايكلين اند سيفوتيتان which has خلينا نحكي active toward gonococcal or chlamydia اللي هن خلينا نحكي usual causes للpelvic inflammatory disease. So then the pelvic inflammatory disease move to syphilis. Syphilis اللي هو بنسميه بالعربي اللي هو الزهري. Syphilis caused by Treponema pallidum which is a gram negative spirochete. That Treponema pallidum leak the enzyme necessary to build many complex molecules. يعني هي these bacteria هي unable to grow إلا إذا كانت في داخل host. Okay. Outside the mammalian host على الأغلب بتكون غير قادر إنها تعمل infection وبس بتقدر إنها تعيش for a short period of time. Okay. يعني that's why خلينا نحكي هي بتكون أقرب للفيروس. Has لا يمكن إن نقدر إن ننميها باللاب إلا بسيل كلتشر أو الأنيمال موديل لايك الرابت كمان إنها ما عندها خلينا نحكي obvious virulence factor like التوكسين لكنها بتعتمد على several lipoprotein هاي اللايكوبروتين تعمل على induce لـ our immune system اللي بتأدي لـ destruction لـ التشو ده كمان هي هاي الأورجانيزم غير إنها خلينا نحكي بتعتمد على الهوست في الـ growth and الـ multiplication كمان هي rapidly enter bloodstream وانفيد deeply للتشو بسبب الحركة اللي هي Creutzfeldt-Jakob mortality طبعا هاي Creutzfeldt-Jakob mortality allow them to swim rapidly okay بالـ gel-like tissue fluid بالنسبة لل way of transmission syphilis invades mucosa or through skin break transmitted by sexual contact of all kinds via syphilitic infection via genital or other body part can invade intact mucosa or penetrate break skin okay ف sexual contact أو إذا كان في عندنا break بالسكن no animal reservoir the disease progress to several recognized stage اوكي فمن ميزات السيفلس انه عنده ستيجز والستيجز بيكونوا واضحين وبرضه خلينا نحكي السيمتوم اللي فيهم بتكون واضحه ومميزه اول ستيج بالسيفلس هو البرايمري ستيج طبعا البرايمري ستيج اهم خلينا نحكي الدياجنوستيك فيتشر هي فيه اللي هي الهارد بيس شانكر طبعا الشانكر هي عباره عن بينليس السر بالضبط هي as you can see here this is the chancre هي painless بتكون hard painless hard based chancre or painless ulcer أو sore تظهر تقريبا after 10 to 90 days sorry تقريبا خلينا نحكي ال average ال 3 weeks after the exposure طبعا this painless chancre بالسنتر فيها as you can see here بيكون عندنا exudate هاي الاكسودات بتكون full of this is the exudate in the center وبتكون highly infectious the center because it contain the high concentration من spirochete containing high concentration من spirochete that's why بتكون highly infectious طبعا in a couple of weeks this region disappear okay none of them ممكن يكون عنده symptom or any distress واحيانا كمان ممكن ما تكون واضحه او ظاهره باماكن واضحه ممكن تكون بالسيرفك وابدا ما بتكون خلينا نحكي محسوسه اوكي بالومن ممكن تكون بالمن سم تايم باليوريثرا وازنت فيزبل وبرضه زي ما حكينا بما انها بينلس فما رح يكون حاسين فيها يمكن اذا كانت على الماوث تكون خلينا نحكي واضحه وممكن تستدعي للتريتمنت لكن بالاذر اريا بتكون unaware. Yeah, this is the chancre. As we said, this is the characteristic. خلينا نحكي lesion ب ال primary stage ب syphilis. حكينا بتظهر تقريبا after 3 weeks من ال exposure. Okay. و after disappear within a week, couple of weeks. بعد ظهورها. Yeah, this is the primary. Move to secondary stage من ال syphilis.
بالنسبه للسيكندري ستيج بسيفلس اللي بيميزها اللي هي اورال سور اند سكين راش with a varying appearance. طبعا هاي الراش وايد ديستريبيوتد اوكي بالسكين اند ميوكس ممبرين، واللي بيميزها انها بتكون فيزبل على كف اليد وكف القدم. The damage done be from خلينا نحكي from this stage اللي هي secondary stage لحد tertiary stage من syphilis طبعا caused by the inflammatory response زي ما حكينا هي ما عندها خلينا نحكي virulence factor like toxin to distract our cell، لكن هي بتعتمد على ايش؟ على اللايبوبروتين اللي بيعمل stimulation or induce our immune system اللي بيؤدي ل destruction للسل. Other symptom ممكن تكون يعني بال secondary stage like loose fat, short hair, malaise, mild fever. Okay. يعني يمكن تكون ال loose patch of hair تستدعي إنه خلينا نحكي لل treatment. لكن malaise and mild fever لا يعتبر خلينا نحكي إشي alarming. A few people may exhibit neurological symptom like seizure, like dementia. لكن نادرا ما بتكون بـ secondary stage. At this stage, the lesion of rash containing a lot of spirochetes, which is very infectious. فـ secondary and primary stage بنتقل خلينا نحكي syphilis by sexual contact. طبعا كمان بـ secondary stage ممكن تنتقل بـ non-sexual transmission. هي possible. Like مثلاً بي dentist and other healthcare worker ممكن become contact مع fluid from a lesion اللي حكينا containing a lot of spirochetes which is infectious, highly infectious. Okay, فإذا كان في خلينا نحكي small break بالسكن ممكن هاي spirochetes إنها تدخل لل blood and cause syphilis. لكن احتمالية إنها تنتقل عن طريق خلينا نحكي ال objects whatever إيش كانت هي يعني زي surface زي toilet مثلاً seat هي highly unlikely. ليش؟ لأنها زي ما حكينا unable to live outside the host لأنها بتعتمد على الهوست في تكاثرها. Okay ف able to خلينا نحكي stay for a few خلينا نحكي time outside the host. Secondary syphilis Supple disease. At least half of patients diagnosed this stage can recall no lesion at all. Okay, so that's why we call secondary syphilis as a supple disease. لأنه إيش زي ما حكينا اللي صاحب الديagnosis فيها. Half of patients be high stage ممكن يصير recall no lesion at all. Symptom usually resolve within 3 months. This is the خلينا نحكي characteristic for السيكندري زي ما حكينا الراش بتكون على كف اليد وكف القدم وتعتبر كاركترستيك فيها وتكون highly infectious. Yeah. The third stage من السفلس اللي هي latent period. باللاتنت period no symptom at all. Okay. عند البيشنت وتقريبا after 2 to 4 years of latency. Okay. ظل خلينا نحكي باللاتنت period for 2 to 4 years. إنه بيكون highly خلينا نحكي يعني احتمالية إن نقله للمرض بتكون highly unlikely except for transmission from mother to fetus. طبعاً majority of cases do not progress beyond the latent period لكن sometime حتى بدون treatment لكن sometime ممكن تنتقل لل tertiary stage. طبعاً زي ما حكينا بال primary and secondary stage with syphilis around the stapling يعني ما بيكون في إشي فعلاً ممكن يعمل disabling للpatient. ف people may enter latent period without have received any the treatment. حكينا على الأغلب ما بصير progress أكثر من latent period. Okay. اللي هي لا تعتبر after 2 to 4 years من latent period بتبطل ممكن إنها تنتقل من شخص لآخر إلا from mother to fetus. لكن in up to 25% of untreated cases the disease reappears with tertiary stage. اوكي فالنسبه هي ال 25% والشرط انها تكون untreated cases. اوكي ممكن انها توصل لل tertiary stage. طبعا هاي الستيج بتحدث after خلينا نحكي interval of many years from the onset of latent phase. most symptom be tertiary syphilis بتكون probably due to immune reaction زي ما حكينا اصلا هي
الترايبينوما الباليديوم اللي هي كوزيتيف ايجنت في سيفلس هي unable to خلينا نحكي to produce virulence factor، فبتعتمد على اللايبوبروتين بحيث تعمل ستيميليشن لاور اميون سيستم واللي بيعمل ديستركشن للتيشو. طبعا تيرشري اور الليت ستيج في سيفلس كان كلاسيفايد اكوردنج للتيشو اند تايب اوف ليجن. انتو جمعتوا السيفلس and cardiovascular syphilis, ocular syphilis, and neurosyphilis. Let's begin with gametous syphilis. Gametous syphilis is characterized by gamus. طبعا الجامس هي عبارة عن periphery mass of tissue and a various organ ممكن نشوفها like skin, mucous membrane, and the bone after about 15 years من الانفكشن. طبعا هي تعتبر الجيماتيو سيفلس هي اللوكال الانفكشن لوكال ديستركشن اوف تيشو بات نوت خلينا نحكي يعني ما بتوصل لمرحله الديث او انكاباسيتيشن للبيشنت. اوكي فتعتبر لوكال ديستركشن لكن ما بتؤدي لانكاباسيتيشن اور ديث باغلب الحالات. طبعا ذس از ذا الجاموس. اوكي طبعا هاي البيكتشر اللي احنا شايفينها حالياً يعني نادراً ما نشوفها مع تطور الطب خلينا نحكي ووجود الانتيبيوتيك ما بتوصل لهاي المرحلة. أوكي لكن this is the gamus زي ما حكينا بتكون عبارة عن إيش ربري ماس أوف تيشو ممكن تعمل destruction للأندرلاينينج ليجن. السكند تايب أوف خلينا نحكي التيرتري بالتيرتري ستيج اللي هي الكاردوفاسكولار سيفلس أكوردينج حكينا إيش الأفكتد أورجان result most seriously in weakening of aorta. هي على الأغلب تعمل weakening للأورطه وmainly to rupture بالأورطه. Ocular syphilis cause a blurred vision and permanent blindness. يعني ممكن تؤدي إلى blindness. While in neurosyphilis symptom can vary. Okay. The patient can suffer from خلينا نحكي some neurological symptom or sign like dementia, seizure, and lose the coordination of voluntary movement. ممكن يؤدي إلى paralysis and lose the ability to use خلينا نحكي to speak at all. Lose the sight of hearing and lose the bowel and the bladder control. فكلها تعتبر neurological خلينا نحكي symptom و vary according to البيشنت. اوكي فمن بيشنت لاخر ممكن النيوروسيفلس تختلف. طيب اللاست تايب خلينا نحكي من السيفلس اللي هي كونجنيتال one of the most distressing and dangerous form of syphilis تعتبر ممكن تعمل damaging to mental development and other neurological symptoms are among خلينا نحكي serious consequence من الكونجنيتال السيفلس. طبعا هي most common when a pregnancy occurred during the latent period of disease. يعني صار في pregnancy باللاتنت period of syphilis ممكن تؤدي ل congenital syphilis. زي ما حكينا هي واحدة من خلينا نحكي dangerous form of syphilis لأنها بتؤدي لإيش؟ ل serious consequence like damaging لل mental development and other neurological symptoms. طبعا pregnancy during the primary and secondary stage is like to produce للستلتر يعني ممكن تؤدي إلى موت الجنين قبل الولادة. أوكي لكن باللاتنت بيريود بتؤدي إلى الكونجنيتال سيفلس. Treating the mother with antibiotic during the first two trimester اللي هي خلينا نحكي اللي هي 6 month will usually prevent the congenital transmission. بس هاي بدنا نكون عارفين أصلاً إنه خلينا نحكي البريجننت وومن عندها أصلاً السيفلس. بالنسبه للدياجنوستس فور سيفلس طبعا نعتمد على الديفرنت دياجنوستيك خلينا نحكي بروسيجر. في عندنا الفيجوال مايكروسكوبيك انسبكشن طبعا هي بالبرايمر ستيج على الاغلب بتنفع لانه احنا بنستخدم المايكروسكوب تو ايدنتيفاي البكتيريا فروم اكزوديت بالبرايمري والسيكندري ليجن. فممكن نستخدم الدايركت فلوريسنت انتي بودي اوكي او مونوكلونال انتي بودي اي ثينك احنا حكينا عنها بالتفصيل في تشابتر السيرولوجيكال تيست will both show and identify the spirochete the exudate اللي موجودة بالليجن سواء بالبرايمري أو السيكندري. طبعا serological test for this stage are not reliable. Okay. The antibody take 1-4 weeks to form. فعلى الأغلب إحنا نعتمد على رؤية إيش رؤية البكتيريا بالإكزودات بالبرايمري أو السيكندري ليجن.
اوكي. الاذر تيست او الدياجنوستيك تيست ممكن نستخدمها نون تروبينوميال سيرولوجيكال تيست، طبعا هي سيكندري. طبعا بهاي التيست احنا ايش بنعمل اللي هي indirect method، we are looking for the biomarker اللي release من the destruction أو the damaged cell okay اللي حدثت بسبب وجود ال treponema pallidum okay. فإحنا ما مندور على the spirochete itself، لكن إحنا مندور على مين، على the biomarker اللي صار release من the destruction destructive tissue okay. While the treponema serological test we are looking for spirochetes itself okay. فبالنونستروبينومال سيرولوجيكال تيست احنا كنا ندور على ايش، على بايو ماركر صار لها ريليز من الديستركتيف تيشو اوكي ناتجه من الانفكشن، لكن بالتروبينومال سيرولوجيكال تيست وي ار لوكينج دايركتلي فور سبايروكيتس. ذا تريتمنت بنزافين بنسلين لونج اكتنج فورميليشن، طبعا ريمين انسايد اور بودي فور 2 ويكس. هي دان بسم الله الرحمن الرحيم. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال يا طلابي about the reproductive system infection أو sexual transmitted disease؟ أمورنا تمام؟ طيب next lecture إن شاء الله بنكمل بـ reproductive system إن شاء الله، وبنبلش بـ nervous system. زي ما حكينا إحنا ضل علينا بس nervous system بعد هاي الـ system، وبعدين بنبلش بـ disinfectant إن شاء الله. طيب أنا موجودة 5 دقائق لأي طالب عنده أي سؤال. يعطيك ألف عافية يا رب.